انطلاقا من التوجيهات الكريمه لصاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر للوزراء والمسؤولين للنزول الى ميادين العمل والمجالس والمحافظات والالتقاء بالمواطنين. قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء يرافقه عدد من المسؤولين بزياره محافظه المحرق بدعوه من المحافظ. للالتقاء باهالي ومواطني المحافظه والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم من خدمات الكهرباء والماء والطاقه المتجدده. وتحدث الوزير ميرزا بشكل تفصيلي عن النتائج والاحصائيات التي اظهرت التحسن الملحوظ في خدمات الكهرباء والماء في صيف هذا العام، والتسهيلات في الخدمات التي تقدمها هيئه الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين انطلاقا من التوجيهات الكريمه لسمو رئيس الوزراء الموقر. وشرح الخطوات والانجازات التي تم اتخاذها في سبيل تشجيع الاستفاده من الطاقه النظيفه عن طريق استخدام الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح ومدى استفاده المؤسسات والافراد من هذه الطاقه المتجدده وحتى على مستوى المواطن العادي في منزله